فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هل يدخل في ذلك الأنهار، ميتة الأنهار اللي لا تعيش إلا في الماء؟ هي ميتة البحر، سواء سميته نهرا أو بحرا، ما لا يعيش إلا في الماء يحل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.